بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في لقائنا التعليمي التاسع ضمن اللقاءات التعليمية لمقرر نظرية المنظمة. اليوم لقائنا التعليمي بعنوان محددات هيكل المنظمة في جزئية بيئة المنظمة. عزيزي الدارس، بعد دراسة هذه الوحدة إن شاء الله ستكون قادرا على التعرف على مفهوم البيئة بشكل عام والبيئة التنظيمية بشكل خاص، ثم التعرف على مستويات البيئة، ثم نتطرق إلى التعرف على علاقة البيئة بأبعاد الهيكل الأساسية. في البدء نحن تكلمنا في لقاءاتنا التعليمية السابقة وقلنا أن المنظمة لا تعمل إلا في إطار بيئة، وهذه البيئة تتكون من بيئتين، بيئة داخلية وبيئة خارجية. البيئة الداخلية هي البيئة التي تعمل فيها كموظفين، كمنافسة عامة، بشكل عام الظروف التي تحيط بالبيئة بشكل عام نقولها داخلية. أما الخارجية فهي متعلقة إما بالمجهزين أو الموردين بشكل عام، موردين ومجهزين، تتعلق ببيئة سياسية، بيئة اقتصادية. هذه كل البيئة الخارجية هي طبعا لها تأثير كبير جدا في المنظمات، فبعض المنظمات تخرج من الأسواق وبعض المنظمات تبقى وبعضها يعني بين الحالتين. وبالتالي فمنظمات الأعمال لا تعيش في فراغ، وإنما هي أنظمة اجتماعية مفتوحة على بيئة خارجية فيها أكثر من العناصر والمؤثرات التي توجه سلوك المنظمة باتجاه أو بآخر. وبالتالي أنا وضعت الملاحظة بين قوسين التركيز على البيئة الخارجية أكثر ما تركز المنظمات على البيئة الخارجية، لأن هي المحدد الأساسي في بقاء المنظمات. طبعا حتى تستطيع المنظمات أن تنمو وتتقدم وتستمر في عملها فإن عليها أن تتكيف مع البيئة التي تعمل فيها، وعلى إدارتها أن تقوم بعمل مسح لبيئتها الخارجية لتحديد الفرص الموجودة في تلك البيئة وبغرض الاستفادة منها. كذلك عندما نتكلم عن الفرص فهو كما حدده مربع سوات، أن لدينا فرصة ولدينا تهديد ولدينا قوة ولدينا ضعف، فبالتالي على المنظمات أن تهتم بهذه البيئة الخارجية في هذا المربع الذي حدده سوات، وكذلك التهديدات لتحييدها أو مواجهتها، كما تقوم أيضا بفحص بيئتها الداخلية لتحديد عناصر القوة بهدف الاستفادة منها في استثمار الفرص ومواجهة التهديدات في البيئة الخارجية، وعناصر الضعف بهدف معالجتها حتى تكون منظمة قادرة على التكيف مع البيئة التي تعمل فيها. لابد من إيضاح مبدئيا ما هي البيئة، ما هو مفهوم البيئة. البيئة ما هي إلا المجال الذي تحدث فيه الإثارة والتفاعل لكل وحدة حية، أو هي كل ما يحيط بالإنسان أو المنظمة من طبيعة ومجموعات بشرية ونظم بشرية وعلاقات شخصية. هذه تسمى بشكل عام البيئة، لكنه في إطار مجالنا الإداري لابد أن نعرف ما هي البيئة التنظيمية. فالبيئة التنظيمية بأنها مجموعة القوى والعناصر التي تحيط بالمنظمة داخل وخارج المنظمة، ولها تأثير مباشر أو غير مباشر على الطريقة التي تعمل بها. طبعا تؤثر في طريقة حصولها على الموارد اللازمة لاستمرار عملها، مثل المواد الخام والعمال المؤهلون لإنتاج السلع والخدمات والمعلومات التي تحتاجها لتحسين التكنولوجيا المستخدمة أو تقرير استراتيجيتها التنافسية. طبعا طرق دعم أصحاب المصالح الخارجية أيضا يعتبر من الحاجات المهمة في البيئة. تصنيفات البيئة، تصنف البيئة إلى ثلاثة مستويات: البيئة الخارجية العامة، وهي مجموعة القوى والعناصر في البيئة الخارجية والتي تؤثر على جميع المنظمات في البيئة العامة، مثل البيئة الاقتصادية التي تتضمن العوامل الاقتصادية مثل معدل الناتج القومي، الفائدة، دخل الفرد، التضخم، سعر العملة، البطالة، كل هذه أمور تتعلق بها العوامل الاقتصادية. أما البيئة التكنولوجية فهي مثل الآلات والماكينات والمعدات والسلع والخدمات الجديدة والابتكارات وبراءة الاختراع، كل هذه تتمثل في البيئة التكنولوجية. أما البيئة السياسية والقانونية فهي البيئة التي تؤثر في سياسة الحكومة تجاه المنظمات وأصحاب المصالح فيها، إضافة إلى القوانين والتشريعات المكتوبة مثل رسوم التعرفة الجمركية على المستوردات أو شروط احترام البيئة الطبيعية إلى آخره من بعض القوانين الموجودة. ولدينا البيئة الديموغرافية والثقافية والاجتماعية مثل العمر ومستوى التعليم وسنوات الخبرة والمهنة وإلى ذلك من هذه المعايير.
البيئة الخارجية الخاصة هي مجموعة العناصر في البيئة الخارجية والتي لها تأثير مباشر على المنظمة، كالمنظمات الشبيهة، وتتكون من أصحاب المصالح مثل الزبائن والموزعون والمنافسون والموردون والاتحادات المهنية والمنظمات الحكومية، وجميع هؤلاء بحكم مصالحهم المتباينة في المنظمة قادرين على ممارسة التأثير والضغط على المنظمة. طبعا البيئة الداخلية هي مجموعة العوامل والقوى الداخلية التي تؤثر في عمل المنظمة وتحدد عناصر القوة والضعف في المنظمات، وتتكون من البناء التنظيمي، الهيكل التنظيمي بشكل عام الذي أخذناه نحن في إطار حديثنا في اللقاءات التعليمية السابقة، والثقافة التنظيمية التي هي ثقافة طبعا قد تكون ثقافة مكتسبة وقد تكون ثقافة فطرية، لكنه بالمجمل وبالشكل عام فإن الثقافة التنظيمية هي ثقافة مكتسبة، لأن نحن نتكلم على تنظيم وليس على حاجات فطرية، لأن الحاجات الفطرية قد تكون لديك بعض الثقافة الفطرية لكنها ليست تنظيمية تخص إدارة الأعمال، فهو مجالها معقد نوعا ما، إلى جانب الموارد المتاحة من موارد مالية وموارد بشرية وغيرها من هذه الأمور. طيب الآن نوضح مكونات البيئة الداخلية. فلدينا هيكل تنظيمي وعرفناه سابقا وقلنا هو الشكل العام للمنظمة والذي يحدد اسمها وشكلها وتقسيمها الإداري وتخصصات العاملين بها وطبيعة العلاقات الوظيفية بين العاملين والرؤساء والمرؤوسين وبين الأقسام المختلفة وارتباطها الإداري بالمنظمات الأعلى والمنظمات الموازية. طبعا يعتبر الهيكل التنظيمي من أهم عناصر البيئة الداخلية من حيث تناسبه مع مجال عمل المنظمة وتخصصها واستيعابه لاحتياجاتها من الوظائف والتخصصات وقدرته على الوفاء باحتياجات العمل مع العلاقة الوظيفية ومساهمته في تبسيط إجراءات العمل وتحقيق السلاسة في انسياب القرارات والأوامر والتوجيهات من الإدارة العليا إلى الإدارات الوسطى والإشرافية والتنفيذية. طبعا كذلك انسياب الاقتراحات والأفعال من التنفيذيين والإدارات ولمساهمته في تحقيق هذه الأهداف تتجلى أهميته كعنصر إيجابي في المناخ التنظيمي. أما إذا كان يساهم بالسلبية في تحقيق هذه الأهداف فإنه يعتبر عنصرا تنظيميا معوقا. أيضا كلما كانت الهياكل التنظيمية للمنظمة مرنة مفتوحة مستوعبة للظروف متفهمة للمواقف فإنها تكون مشجعة على الخلق والإبداع والتكيف مع الحالات، وهذه خصائص الهيكل العضوي الذي يكون بسيطا كما درسناه سابقا وبأقل عدد من المستويات الإدارية، ويمتاز طبعا بدرجة تعقيد قليلة. أما الجمود والروتين والمركزية في اتخاذ القرارات والرسمية في الإجراءات وأداء الوظائف إضافة إلى هرمية وكثرة المستويات الإدارية فإنها تجعل الهرم أكثر تعقيدا، فهي من خصائص الهرم الوظيفي الآلي. طبعا الثقافة التنظيمية كما قلنا وعرفها تايلور بأنها كل معقد يشمل مجموعة من المعلومات والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والعادات وأي قدرات أخرى اكتسبها الإنسان وعقله من أشياء ومن مظاهر في البيئة الاجتماعية. وبالتالي عندما قلنا أن الثقافة التنظيمية مكتسبة، نعم مكتسبة وليست فطرية، إنما يكون في بعض نواحيها فطري في شخصية الإنسان منذ ولادته، لكنه هي في الأساس مكتسبة، أي كل ما اخترعه الإنسان وكان له دور في العملية الاجتماعية يعتبر ثقافة تنظيمية، كاللغة والعادات والتقاليد والمؤسسات الاجتماعية والمفاهيم وإلى ذلك من هذه الأمور. لدينا تقويم ذاتي في نصف لقائنا التعليمي، أجب بنعم أو لا مع تصحيح العبارات إن وجد. الثقافة التنظيمية كل معقد يشمل مجموعة من المعلومات والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والعادات وأي قدرات أخرى اكتسبها الإنسان وعقله من أشياء ومن مظاهر في البيئة الاجتماعية. هل الإجابة صحيحة أم خطأ؟ البيئة الخارجية العامة هي مجموعة القوى والعناصر في البيئة الخارجية والتي تؤثر على جميع المنظمات في البيئة العامة، هل هي عبارة صحيحة أم خطأ؟ طبعا ذكر جونز بأن العوامل التي تؤثر في تشكيل ثقافة المنظمة هي على النحو الآتي: حقوق الملكية وخصائص الناس العاملين في المنظمة والهيكل التنظيمي والأخلاق التنظيمية.
اعتبر جون جونز أن طبيعة كل عامل من هذه العوامل داخل المنظمة وتفاعل العوامل المختلفة مع بعضها البعض هو الذي يولد الثقافات المختلفة ويدفع إلى حصول تغيير في الثقافة عبر الزمن. ما فيش ثقافة تحصل مباشرة، الثقافة مراحل، فهي تتطور مع تطور البشرية، تطور مع الموظف نفسه. فالشخص أو الموظف عندما يكون يتواجد في المنظمة يكسب منها ثقافة تنظيمية، يكسب مع المرور الزمن. لا يمكن أن يحصل الشخص على ثقافة تنظيمية في آن واحد وممكن أن يطبقها في المنظمة، بالعكس، بل تحصل الثقافة التنظيمية عبر الزمن، عبر مراحل من الزمن حتى يكتسب الشخص الثقافة التنظيمية في المنظمات. كما أشار إلى أن الناس الذين يعملون في المنظمات هم في المحصلة النهائية المصدر الأساسي لثقافة تلك المنظمات. وعلى ذكر المحصلة النهائية للثقافة، فهناك موظفين يريدون أن يولدوا لديهم ثقافة تنظيمية، والبعض لا يريد أن ينمي ثقافته نهائيا، وهذه يعتبر عالة على بعض المنظمات. وبالرغم من أن الكتاب والباحثين والعاملين في الثقافة قد قاموا بعمل تطبيقات عديدة للثقافة التنظيمية وأنواع هذه الثقافات، إلا أن دراستنا هذه ترى أن جميع الثقافات مهما تعددت، مهما كثر تصنيفها، فإنها تتدرج في نمطين رئيسيين من الثقافة: ثقافة تقليدية، وتسمى أيضا الثقافة الكلاسيكية، والبعض يسميها الثقافة المحافظة. في مواقع أخرى تسمى الثقافة البيوقراطية، هذه تسمى ثقافة تتبنى قيم وقوانين رسمية والتي يعمل بها الموظفون وفق إجراءات العمل الرسمية، وتدعو هذه الثقافة إلى المحافظة، إلى المحافظة على الواقع القائم والثبات، بل وتنمية المنتجات والخدمات التي تطورها الشركة. هو المحافظة على الواقع بس فقط، لا يريد أن ينمو أي شيء جديد، وبالتالي هذه ثقافة تقليدية ليست جديدة أو ليست مبتكرة. لدينا أيضا في هذه الثقافة يعود الموظفون إلى التعليمات المكتوبة، فلا يخرجون عن هذه القواعد نهائيا والقوانين الرسمية، وتكون صلاحيات اتخاذ القرار مركزة في يد المستويات الإدارية العليا، وهم يتلقون بس فقط التعليمات من الإدارة العليا، ويكون مستوى الرقابة مرتفع. وهذه الثقافة لا تراعي جماعات العمل غير الرسمية، ولا تحب أن ترى الصراع التنظيمي بل تجمعه. هنا عندما نتكلم عن الصراع التنظيمي، الصراع ليس بحد الصراع، فهناك صراع إيجابي وهناك صراع سلبي. هناك صراع تنظيمي لتطوير العمل وهذا محبب الصراع، لكن الصراع السلبي هو الذي يحبط العاملين ويحبط الأشخاص لمجرد أنك تريد أن تخلق صراع داخل المنظمة أو المؤسسة لمجرد أنك تريد مشكلة، وليس لمجرد أن الصراع قد يأتي بنتيجة، وبالتالي تعيق قوى التغيير والتجديد في المنظمة ولا تمنحها الفرصة للنمو والازدهار. إلى جانب الثقافة التقليدية لدينا ثقافة معاصرة. الثقافة المعاصرة تسمى أيضا ثقافة التغيير، وتسمى أيضا ثقافة الجودة، لأنها تركز على التحسين المستمر، وهي الثقافة التي تتعامل مع المتغيرات البيئية وتحاول فهمها والتكيف معها حتى تكون المنظمة قادرة على الاستمرار والنمو. وتمتاز المنظمات التي تتبنى هذه الثقافة بالانفتاح وقبول الأفكار الجديدة والتغيير الدائم، وتشجيع الموظفين على الابتكار، وتبتعد عن المخاطر بشكل عام. تلعب الثقافة دورا حيويا في التأثير على الأفراد العاملين في المنظمة، فهي تخلق ضغوطا على الأفراد العاملين بالمنظمة للمضي قدما في التفكير بطريقة تنسجم وتتناسب مع الثقافة السائدة. فالثقافة تساهم في إيجاد الهوية المستقبلية لأعضاء المنظمة، وتساهم في خلق الالتزام بين العاملين، وتعمل كمرشد السلوك الملائم، وتعزز استقرار المنظمة كنظام اجتماعي. وأخيرا، تعمل الثقافة التنظيمية كإطار مرجعي للحكم على السلوك التنظيمي. يعتبر مرجع، الثقافة تعتبر مرجع، وتفسر الأنشطة الاجتماعية. والكثير من المديرين يعطون الأولوية القصوى والاهتمام الكافي للثقافة التنظيمية، بل يضعونه في أقصى سلم أولوياتهم، لذلك لأن الثقافة بل ويصل لحد أنهم يؤسسوا دورات تدريبية في الثقافة التنظيمية لموظفيهم حتى يستطيعوا أن يكتسبوا مزيدا من المعارف والثقافات في هذا الجانب. علاقة البيئة بهيكل المنظمة، علاقة البيئة بالتعقيد أولا، هي الدراسات التي تحدثت عن البيئة دلت على وجود علاقة عكسية بين عدم التأكد البيئي والتعقيد، إلا أن النتائج التي قدمها لورنس
تلزم بالضرورة على تعديل العلاقة لكي تعكس الأنشطة الفعلية للقسم. فالوحدات الفرعية التي تعتمد على البيئة يجب أن تكون أقل تعقيداً كي تتفاعل بشكل مباشر مع البيئة. وقد وجد البعض الباحثون أن المنظمات التي تعتمد على البيئة بشكل كبير تمتلك مستويات إدارية قليلة، وأن الوحدات الحدودية في المنظمة فيها تعقيد قليل لأنها تتفاعل مع البيئة بشكل مباشر. إذن البيئة عندما تتفاعل بشكل مباشر تكون الوحدات أو التعقيد فيها أقل. علاقة البيئة بالرسمية، تقود البيئة المستقرة إلى الرسمية لأنها تقلل من أهمية الاستجابة السريعة. فعندما تكون لدينا بيئة مستقرة، بيئة سياسية وبيئة اقتصادية وبيئة اجتماعية مستقرة، فإنها تقلل من أهمية الاستجابة السريعة. ومن جهة أخرى نشر الرسمية على أنشطة المنظمة له مردود اقتصادي أيضا، لكن وبسبب التأثير الكبير للبيئة الديناميكية على تقليص الرسمية فإن المنظمات تقوم بتغيير كثافة رسميتها بين الأقسام. علاقة البيئة بالمركزية، كلما زاد تعقيد البيئة زادت لا مركزية الهيكل. وبغض النظر عن البعد المستقر أو البعد الديناميكي، فإن العوامل البيئية المختلفة تبين أن المنظمة تكون أكثر قدرة على مجابهة عدم التأكد باللا مركزية. ففي البيئات المعقدة سيتحمل المعلومات أو بشكل عام النظام المعلومات الإداري المركزي أكثر من طاقته. لذلك يجب أن يخول القرارات إلى الوحدات الفرعية. لدينا شكل بياني في لبيئتان، بيئة مستقرة وبيئة غير مستقرة، بإمكانكم استخلاص النتائج من هذا الشكل. عزيزي الدارس، لدينا تقويم ذاتي بالإجابة الصحيحة بين الإجابات الآتية. كلما زاد تعقيد البيئة زادت، هل هي لا مركزية الهيكل أم مركزية الهيكل؟ الدراسات التي تحدثت عن البيئة دلت على وجود علاقة بين عدم التأكد البيئي والتعقيد والعلاقة هي، هل هي علاقة طردية أم علاقة عكسية؟ لدينا تدريب عزيزي الطالب حدد علاقة البيئة بالتعقيد، ولدينا تدريب آخر عزيزي الطالب حدد علاقة البيئة بالرسمية. خلاصة لقائنا التعليمي التاسع، تناولنا في هذا اللقاء التعليمي محددات هيكل المنظمة من خلال البيئة، وعرفناها بأنها مجموعة القوى والعناصر التي تحيط بالمنظمة داخل وخارج المنظمة، ولها تأثير مباشر أو غير مباشر على الطريقة التي تعمل بها، وتؤثر في طريقة حصولها على الموارد اللازمة لاستمرار عملها مثل المواد الخام والعمال المؤهلون لإنتاج السلع والخدمات والمعلومات التي تحتاجها لتحسين التكنولوجيا المستخدمة أو تقرير استراتيجيتها التنافسية، وطرق دعم أصحاب المصالح الخارجيين في المنظمة، وهي على ثلاثة مستويات: البيئة الخارجية العامة والبيئة الخارجية الخاصة والبيئة الداخلية، والتي أبرز مكوناتها الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية. في نهاية لقائنا التعليمي التاسع نتمنى لكم دوام التوفيق.